وللمزيد معنا عبر الهاتف الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية جامعة حلوان. بعد التحية، يعني المساعي والاتصالات المصرية لا تتوقف، وذلك لدعم الشعب الفلسطيني في هذا التوقيت العصيب. إلى أي مدى كللت هذه الجهود بالنجاح؟ طبيعة المرحلة بتقتضي تحرك مصري عاجل، وبتقتضي التحرك في أكثر من اتجاه. الحقيقة مصر تأخذ على عاتقها هذا الأمر وفقا لمفهوم الدبلوماسية الإنسانية، يعني أهم المساعي المصرية اللي اتخذته من خلالها لإيجاد مجموعة من ممرات الأمنة لقطاع غزة وتقديم مساعدات إنسانية لأهل القطاع، وأيضا للتعاطي مع الوضع الإنساني الحالي واستقبال كافة المساعدات ووحدات الإغاثة من كافة دول العالم عن طريق مطار عريش. مصر بتعمل هذا الأمر بصفة حثيثة وبصفة مستمرة طوال الوقت خلال الأيام الماضية. بالتأكيد ده واحد من أهم المسارات. مسار آخر مصر اتخذته هو محاولة تغيير وجهة النظر اللي بيفرضها الجانب الإسرائيلي ومدعوم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، المتعلقة بأن هذا الأمر هو أمر متعلق برد فعل إسرائيلي تجاه عنف من جانب الفلسطيني. ولكن مصر اتخذت مسار مرتبط بإيقاف التصعيد من الجانبين، وأيضا محاولة وقف إطلاق النار بين الطرفين والدعوة عليه من خلال أكثر مسار. البعض أعتقد أن مؤتمر السلام اللي وقف في القاهرة يمكن مطلع الأسبوع الحالي، ويمكن كان مؤتمر عاجل للارتباط بأزمة كبيرة وتحتاج إلى تحرك عاجل من الجانب القوى الدولية المختلفة. هذا المؤتمر لم يسرع عن بيان ختامي، ولكن حقيقة الأمر أن كل نتائج الحالية بتجنيها الدبلوماسية المصرية هو نتائج هذا المؤتمر، من عدد كبير جدا من تغيير وجهات النظر. راينا بالامس يمكن تصريح الرئيس الفرنسي ماكرون ورغبته ان يكون هناك مسار سلمي وقف للتصعيد من الجانبين وايجاد مجموعه من المسارات التفاوضيه. ايضا المفاوضه الاوروبيه اعلنت منذ يومين بالتحديد عن رغبتها بان يكون هناك في وقف لاطلاق النار. تغيير مثل هذه الامور والعديد من وجهات النظر الدوليه والاقليميه اللي بدأت تتحدث عن وجود مسارات سلمية وفقا للتوجه المصري لتحرك بشكل عاجل في هذا المسار، والحقيقة نتاج يعني مسار عمل مستمر من القيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي. بالفعل، يعني نحن لاحظنا جميعا تغير الموقف العالمي واللغة التي يتحدثون بها عن الموقف والصورة التي يشاهدونها، ولكن مصر أيضا تتمسك بعدد من الثوابت وعلى رأسها مركزية القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها وضرورة التوصل لحل عادل على أساس حل الدولتين. من وجهة نظرك، ما هي أولوية التحرك العربي في هذه القضية في هذا التوقيت؟ مصر مع تحركها بالمسار اللي اوضحناه بشكل عاجل لكافه المسارات بتاخذ في اعتبارها بالتاكيد المسار العربي وكافه الدول العربيه. وان كان هناك في يعني وتيره اقل نتيجه ان في البعض مدرك ان الامن القومي وتهديدات الامن القومي الحاليه هي وقفه للامن القومي المصري فقط، ولكن الحقيقه تهديدات الامن القومي العربي بشكل عام والامن القومي الاقليمي المنطقه كلها. لان حاله التهديدات الغير مسبوقه من جانب الجانب الاسرائيلي وايضا المدعومه من الولايات المتحده الامريكيه في هذا التوقيت قد تؤدي لاشتعال الموقف، وايضا لعمليه التصعيد ستكون نتائجها سلبيه على كافه الاطراف. مصر تتحرك في هذا المسار، ويمكن وجدنا يمكن حده الخطاب الاردني لا تقل عن حده الخطاب المصري خلال القمه الاخيره، هو الادراك مشترك مع الاتصال ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الاردن في هذا الصدد. ايضا هناك بعض المواقف وفقا لهو متوقع وتوقع الشخصي انها ستتغير في فتره قريبه نظرا لحجم الضغوط لهذه المرحله وهذه الازمه. تقتضي ان يكون هناك في اصطفاف عربي وهناك في اتجاه اكبر لوجود مقاومه لهذا المخططات وهذه الاستراتيجيات الغربيه الامريكيه اللي في حقيقه الامر بتحقق اجنده محدده تعارض المصالح للاستقرار والامن في المنطقه بشكل عام. بالفعل، اشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، استاذ العلوم السياسيه جامعه حلوان.